مشاهدينا الكرام، عن تفشي الفساد في القطاع الاقتصادي وهروب المستثمرين من محافظة ذي قار وغيرها من محافظات العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا بكم دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. بداية، خبراء اقتصاديون وكذلك جهات حكومية أكدوا جميعا أن القطاع الصناعي في العراق لا يمثل سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ما أثر هذا التأثير الضئيل على الوضع الاقتصادي العراقي وكذلك عجز الصناعة العراقية عن توفية ما يحتاجه المواطن؟ حقيقة الاقتصاد العراقي يعاني بشكل خطير جدا، لأنه أصبح أحادي الجانب يتمثل بريعية النفط، الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط، مع عمليات توقف لأعداد كبيرة جدا من الصناعات المختلفة بالعراق. حقيقة أدى ذلك إلى انخفاض مساهمة الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها في الإجمالي المحلي العراقي، حيث لو رجعنا إلى الوراء عام 1990 كانت حصة الفرد العراقي تتراوح بين 7070 دولار عام 1990، ولكن 1991 انخفض ذلك إلى 70 دولار لأسباب كثيرة تمثلت بعملية دخول العراق إلى الكويت. ولكن بعد 2003 ابتدت ترتفع، ولكن لم تعود إلى ما كانت عليه 1990. هذا الجانب يعطينا مؤشرات أن الإجمالي المحلي العراقي لم تساهم به كثيرا من القوى الممثلة بالصناعة والزراعة والخدمات وغيرها بالإجمالي، سيبقى العراق مربوط بعمليات الارتفاع والانخفاض لأسعار النفط العالمية. ما الذي منع الصناعة العراقية وكذلك الزراعة من النهوض بعد انتهاء حقبة الحصار وقدوم الولايات المتحدة ومن معها من يحكمون اليوم بشعارات كان أهمها النهضة الاقتصادية؟ ما الذي منع من أن تكون هناك نهضة صناعية اقتصادية زراعية أو على كافة الصعد المرتبطة بالواقع الاقتصادي؟ أول جانب جوهري وأساسي في منع ذلك هو انتشار السلاح، أي عدم توفر الأمن والأمان للمستثمر العراقي والأجنبي بالعراق. ازدادت عمليات الابتزاز خصوصا من 2010 ولغاية اليوم، ولذلك نلاحظ تقارير الدولية لصندوق النقد الدولي أن هناك انخفاض كبير جدا في الإجمالي المحلي، حيث تمثل 2021 لاحظ كان أصبح 4200 دولار، علما 2021 لما نقول احنا 6000 أصبح، لكن خفض قيمة الدينار أكلت من حصة الفرد 600 دولار، أي بمعنى أنه وصل 5400 دولار في 2021، علما بأن الربع الأخير أصبحت أسعار النفط تتراوح بين 90 والخمسة وتسعين دولار، وما زالت في عمليات الارتفاع لـ 2022، ولكن لم تتمكن الحكومة حقيقة من عملية الإيفاء بالتزاماتها لخلق بيئة استثمارية حقيقية تعمل على امتصاص البطالة وتخفيض نسب الفقر. وهذا ولذلك دكتور يعني من كل الجوانب التي نراها ونشاهد تصنيفات العراق من النواحي الأمنية والاقتصادية، يتساءل كثيرون عن السياسات الحكومية أو المحفزات أو الحوافز التي تطرحها السلطة الحاكمة في بغداد في سبيل جلب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق. طيب، كيف يمكن تحقيق هذا الموضوع باستخدام الاستثمارات العربية أو الأجنبية بشكل عام إلى العراق وليست هناك بيئة ترعى المستثمرين، تحفظ أمنهم وحياتهم، تحافظ على أعمالهم من التأثيرات
الأمنية وغيرها. طيب كيف يمكن تحقيق هذه الأمور، وكيف يمكن أن تضمن الحكومة سلامة الشركات الأجنبية ورعاياها واستمرارية عملها دون أن تتأثر بالأوضاع الأمنية الموجودة في العراق؟ حقيقة نحن في حالة في لا حكومة، خصوصا في جانب الاستثمار ووجود شركات أجنبية. لذلك نلاحظ البيئة العراقية غير مؤهلة وطاردة أصبحت للاستثمار حقيقة، كما نلاحظ في اليومين الماضيين ما حصل في الناصرية وفي مدن عراقية أخرى في عمليات الإضراب وغيرها من وجود عدد كبير جدا من البطالة وغير ذلك. نلاحظ العراق أصبح بالظرف الحالي بلد طارد للاستثمار، وهذا يدلل على أن القوى الحاملة للسلاح هي التي تتحكم وليس الحكومة. لا تمتلك الحكومة حقيقة إمكانية في فرض شروط حقيقية وبيئة مهيئة لعمليات الاستثمار. طيب سؤالي الأخير لجنابك دكتور، العراقيون هناك أعداد جيوش من العاطلين عن العمل، نرى بأن هناك شركات نفطية وهي غالب الشركات الموجودة في العراق، لأن نوعية الاستثمار حاليا والأعمال الموجودة هي غالبها متعلق بالنفط. طيب غالب الشركات التي نراها اليوم في العراق تستقدم بموافقة حكومية وبدون تدخل تستقدم عمالة أجنبية، بل أيضا هناك تسهيلات حكومية تقدمها حكومة بغداد لاستقدام عمالة أجنبية من خارج العراق، في حين ملايين من العاطلين عن العمل يجلسون على الأرصفة أو يمارسون مهنا لا ترتبط بتخصصاتهم. كيف يمكن أن تعالج هذه الأزمة وأن يعني توجه دفة العمالة نحو المواطن العراقي المحلي وليس صوب العمالة الأجنبية؟ نعم، وجود العمالة الأجنبية بهذا العدد الكبير في الشركات خصوصا النفطية دليل على أن هناك عناصر في مفاصل الدولة والحكومة مستفيدة من وجود هذه الفئات بشكل يؤدي ذلك إلى زيادة في عمليات الابتزاز، زيادة في عمليات السرقة في التعامل. بينما الاستثمارات إذا كانت عراقية ما نقول 100% بوجود عمالة عراقية سيخفض بشكل كبير مصالح هذه الفئات المتواجدة والمتنفذة في إدارة الدولة. لغاية الآن العراق يعاني من استيراد الغاز وكذلك أيضا المشتقات النفطية متبدلة بالبنزين وغيرها. لغاية الآن 20 سنة مضت ولم يتمكن من استثمار الغاز المصاحب أو غيره متواجد في الحقول المختلفة النفطية. هذا جانب خطير جدا حقيقة يعيشه العراق. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.